أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل هناك قول عند أهل السنة أن المقام المحمود هو جلوس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ورد به دليل يا أخي، ورد به حديث أن الرسول يجلسه الله معه على العرش، وهذا ليس بغريب لأن الله جل وعلا قادر على كل شيء. نعم، فنحن إذا ثبت الحديث ما لنا دخل فيه. نعم.